الرومانسية والعشق والهيام، الجمال المشاكس، والجمال الخجول، التاريخ والفن، كلها تعني باريس. في يوم باريسي غلفت الغيوم، قررت أتجول سيراً على الأقدام في مدينة النور. رافقني في جولتي مرشدة سياحية تعودت أنها تطوف شوارع العاصمة الفرنسية يومياً، وذلك لتتأمل المدينة اللي قال عنها الأديب الأمريكي إرنست هيمنغوي بأنها المدينة التي تغري الإنسان على الأكل والشراب والكتابة والعشق. وصلت إلى اللوفر، أشهر المتاحف الفنية في العالم، واللي كان مجرد قلعة صغيرة بناها فيليب أوغستي في نهايات القرن الثاني عشر للميلاد. في القرن الرابع عشر تحولت القلعة إلى مسكن الملك تشارلز الخامس، وتوالى بعده ملوك فرنسا القديمة اللي أضافوا إليها الأجنحة والمرافق، حتى أصبحت القلعة الصغيرة قصراً ضخماً في قلب باريس. وكان لنابليون الفضل الكبير في تزويد القصر، واللي تحول إلى متحف فني في عام 1793، كان له الفضل في تزويده بأفخر ما جمعه من قطع فنية خلال غزواته. ودعت اللوفر خارجاً من قوس كاروسيل، واللي بناه نابليون بونابرت في عام 1806 احتفالاً بانتصاراته العديدة في العام الذي سبقه، واتجهت إلى الإبرة الفرعونية اللي تقع ما بين قوس النصر الشهير ومتحف اللوفر. يقال أن الإبرة الفرعونية، واللي يبلغ طولها 23 متراً والمأخوذة من معبد الأقصر، أهديت إلى فرنسا عام 1831 ميلادية من قبل محمد علي باشا إلى الحاكم لويس فيليب. كنيسة نوتردام هي من أقدم الكنائس الموجودة في باريس، موجودة بالقرب من جزيرة صغيرة تقع على نهر السين، وهذه الكنيسة تم وضع حجر الأساس لها في 1160 ميلادية. طبعاً تم بناء هذه الكنيسة على مدى 200 سنة، يعني الأب يبني ومن ثم الأبناء يأتون ويبنون في هذه الكنيسة. ما معنى نوتردام؟ نوتردام هي تعني العذراء مريم، وهي يبدو واضح من خلال التمثال الموجود فوق، ومعاها ملائكين يعني بالقرب منها. عموما تم أهمال هذه الكنيسة في خلال الثورة الفرنسية، ولكن في 1820 جاء مهندس فرنسي فقرر أنه هو يعيد إليها جمالها ورونقها. America, we have nothing that's as old as what you have here in Paris. So seeing something that's old, and that's what's beautiful to me, the history, having so much history here. Right. It's beautiful. Is it your first time here? Yeah. Do you like it? Yeah, I love it. I've been here 2 days. رمز باريس الأشهر، من يصدق أنه كان مجرد قطعة فنية بنيت على أساس أنها تعرض في معرض عالمي أقامته باريس في عام 1889. برج إيفل، والذي يقع في منتصف المدينة، مدينة النور، مدينة باريس، هذا البرج مكون من 15,000 قطعة حديدية ويزن 7,000 طن. غوستاف إيفل، واللي هو باني هذا البرج الكبير واللي يصل طوله إلى 300 متر، كانوا يقولون له بأن هذا البرج قبيح جداً، كأنه مدخنة في أحد المصانع، وهو كان يرد عليهم ويقول هذا البرج هو الذي بنته الرياح. تحت أرجل برج إيفل تمتد حدائق كبيرة جداً، وهي تسمى حدائق شامب دي ماغس. أساساً كانت هي للعروض العسكرية، والآن تحولت إلى حديقة عامة يتجول فيها السياح عادةً.
أنا أتوقع أن الصفوف هذه كلها متجمعة صار لها على الأقل 3-4 ساعات. كنت أتمنى أن أصعد للطابق الثاني في البرج اللي يرتفع حوالي 52 متر، بس أعتقد أي فكرة من هالنوع راح تكون غير صائبة، لأن راح أنتظر at least 2-3 hours، يعني صعب. البوليس الفرنسي قاعد ياخذ جوله في حديقه شامب دي مارس على الخيول، اول مره اشوفهم. حلوين مرتبين. Tell me why Paris is beautiful. Why do you think Paris is beautiful? It's beautiful because it's a culture with a different culture. Atmosphere, history, architecture, people. It's something new because we're from a little village and yeah, from Germany, and it's interesting to see this. This one? You want Ethan? You want Ethan? Yeah, I have this one, yeah. Yes, yes, yes. Yes, yes. Okay, take it. You're welcome. خليتني اصور لها. من اروع الجسور الفارسية هو جسر الكسندر الثالث، وهو طبعا قيصر روسي سمي الجسر باسمه. ليش؟ طبعا كانت العلاقات بين الجمهورية الفرنسية وروسيا القيصرية علاقات متميزة جدا في نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20، فتكريما وحبا للقيصر الروسي سمي هذا الجسر باسمه. المميز في جسر الكسندر الثالث بأنه هو يعتبر تحفة فنية، اللمبات الموجودة عليه كلها يعني في عليها نقش مميز، أيضا هناك في 4 تماثيل غير التماثيل الموجودة في الجانبين لهذا الجسر. فوق في الزوايا الأربع للجسر في اللون الذهبي، طبعا هذه تماثيل مطلية بلون الذهب وليس بالذهب الخالص، ولكن أيضا هي متميزة. في الليل الإضاءة وحركة الناس تعطي هذا المكان شكل آخر وشكل متميز. بالفعل المنظر جميل ورائع. المشي على هذا الجسر ممتع لأن في ناس كثير تروح وتجي، أيضا هو الرصيف له وسيع صاير كبير جدا. بس أيضا موقع هذا الجسر مميز. ليش؟ عندك برج إيفل تقدر تشوفه على الزاوية اليسار موجود، فهي رمز باريس تقدر تشوفه بكل سهولة من على هذا الجسر. أيضا قبة قبر نابليون وهي القبة المذهبة هناك، وهي من الذهب الأصلي، في 12 كيلوغرام من الذهب مطلية به هذه القبة. وأيضا طبعا المبنى اللي تحت شوي أصغر صاير هو مستشفى قديم من أيام الثورة الفرنسية. فمن خلال وجودك في هذا المكان تقدر تكشف الكثير من معالم باريس الجميلة. من كثر ما هذه المدينة جميلة الناس تحب تحتفل حتى بزفافها في روعة المكان اللي احنا فيه. فجأة طبعا شفنا 2 متزوجين الان قاعدين يحتفلون على جسر الكسندر الثالث.
I'll have crepe with banana and Nutella, please. Thank you. طبعا عادة يعني الفرنسيين ما يتكلمون اللغة الإنجليزية بسهولة. يفضل أن الواحد يخاطبهم باللغة الفرنسية. لكن إذا بديت والله وقلت سيلفو بلاي، باردون، بونجو، يرد عليك ويحاول يتخاطب معك باللغة الإنجليزية. لازم تقول له فو بارلي أنجلي، بعدين يرد عليك. طبعا خذينا الكريب وهو نوع من البانكيك، حطيت عليه نوتيلا شوكليت وبناناز. وجبه خفيفه الواحد ياخذها تعطيك طاقه اذا بتتمشى في شوارع باريس الكبيره. وايد حلو، ركز على الشوت تشوفه. وجبة سويت يعني بس خفيفة. طبعا المميز في باريس هو مقاهيها، معروفة باريس بمئات المقاهي الموجودة في أغلب شوارعها. في منطقة أخرى غير عن منطقة الشانزليزيه اللي متعودين عليها الناس، هناك مناطق أخرى مثل منطقة سان جيرمان اللي احنا فيها حاليا، لا تبعد كثيرا عن وسط باريس، فيها العشرات من المقاهي. الفكرة العامة أنك تجلس تشرب القهوة الفرنسية وأيضا تطالع الناس، يعني أغلب اللي جالسين في المقاهي هنا مجرد جايين يتفرجون على الناس اللي تتمشى، فاحنا نسوي مثلهم. تعبنا 3000 خطوة واعتبع عشان نوصل فوق، بس عموما وصلنا إلى كنيسة سكريكور. صح؟ سكريكور، كنيسة السكريكور واللي تقع على تلة مونمارت، هي كنيسة بنيت في 1876. تقع هذه الكنيسة مثل ما قلنا على التلة اللي تطل على باريس كلها، بالإمكان أن الواحد يشوف باريس كلها من برج إيفل إلى شارع الشانزليزيه إلى ضواحي باريس أيضا. طبعا هذه الكنيسة فيها أربع قبب وفي قبة أيضا في النص، هذه القبب هي على الطريقة الشرقية. هندسة هذه الكنيسة هي هندسة مزيج من العمارة اللي كانت موجودة في العصر الرومانسي وأيضا من العمارة الموجودة في العصر البيزنطي. أيضا في هذه الكنيسة هناك برج يصل طوله إلى 84 متر وفي جرس، هذا الجرس وزنه 19 طن وهو يعتبر من أكبر الأجراس في العالم. وصلنا إلى حي الرسامين وهو ملاصق إلى كنيسة السكريكور. طبعا في رسامين كثار هنا وخلي واحد يرسمني الحين، التكلفه ما تتعدى ال 15 يورو تقريبا. الو بونجور ميرسي. اوكي ما ادري ايش كثر بتاخذ العمليه، نص ساعه كاريتر
ميرسي بوكو، ميرسي ميرسي. زين بس بنشوفها، مو كأنه أضعف شوي أنا أو الصورة أضعف، لا صح؟ وكنا في ملامح غير شوي، بس يلا هاي أنا. دخلنا على بخنتام وهي يعني سوق كبيرة موجودة في باريس، مجمع تجاري كبير موجود في كل أنواع البضائع. بس أول شيء خلنا نسأل وين نقدر نأخذ معلومات عن هذا المكان الكبير. Thank you very much. Thank you. Thank you. طبعاً أول ما الواحد يوصل ينزل على بخنتام، ينزل في الاستقبال، مركز الاستقبال، يعطيك البطاقات البوكلتس الموجودة هذه، تشرح لك الطوابق الموجودة في المجمع، في باللغة الإنجليزية طبعاً وفي أيضاً باللغة العربية. فراح نتجول في المكان ونشوف في من بضاعة متميزة. بونجور صادقين. بونجور. محمد. I'm really happy to welcome you in Printemps. Thank you very much. You're going to show me the ladies section. The ladies section, the accessories section. Yes. Okay. Let's go. يكاد يكون الأشهر من بين المجمعات التجارية المتعددة الطوابق في باريس. Printemps والذي افتتح أبوابه عام 1865 لا يزال يقدم أفخر وأرقى ما توصل إليه أشهر المصممين في العالم. So here you'll find the largest selection of fashion fashion sunglasses because we have all luxury brands. And for instance, this new model from Gucci, which really I love. Wow, you look cute. You look very nice. Thank you so much. وبما أن باريس هي عاصمة الموضة، فأن Printemps يخصص 43 ألف متر مربع مقسمة على 25 طابق وموزعة في ثلاثة بنايات متلاصقة، يخصص كل هذه المساحة للملابس والمجوهرات والأكسسوارات وأدوات التجميل. Really it's my favorite. It's my personal favorite. I can because it's really beautiful and you know it's more like your jewels and for the watches. Yeah, it's a bracelet. Of course, you can have it a little smaller because when you have. Looks very nice on you. Very nice. كارتي وبوشرون وفان كليف وشامو في طابق المجوهرات واللي افتتح عام 2001. قسم الساعات الفاخرة هو مركز لساعات أوميجا ولونجين وبياجي وزن. طبعا شوفوني ساعة ليميتد اديشن ومن أغلى ما هو موجود هنا في بخنتام، علي إياها بس لمدة دقيقتين فقط برجع. وبما أن المرأة تعشق الحقائب الجلدية فهي مؤشر أساسي لأناقتها ومتابعتها لآخر صيحات الموضة، يستضيف Printemps أجمل وأرقى الحقائب على الإطلاق. On this laser to give this impression, and it's really beautiful. And as you can see, it's not huge; it's just one piece of laser all around. It's really beautiful. مدير الطابق الملابس النسائية الآنسة بريرا قدمت لي موضة 2006 وأكدت أن هذا العام يشهد عودة قوية إلى موضة الستينات. طيب الآن رجعت موضة الستينات خلاص ها؟ أي كل حتى قشن الشعر أي حتى قشن الشعر أرجعنا البوكلة ومعناتها الحاجة عليك فوليوم في شعر الكل. والمرأة في الستينات كانت أنيقة جدا. Hello. Nice to meet you, Stefan. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. ومع ستيفان تجولت في طابق مستحضرات التجميل.
اللي يخصص له برنتام 1500 متر مربع من المساحة، وفيه كل ما تحتاجه المرأة للعناية ببشرتها. في قسم الملابس الرجالية، مديرة الطابق الفرنسية لولا عرفتني على موضة الشباب وصحبتني معاها إلى قسم أمبوريو أرماني والدي أن جي. اللي ينزل باريس طبعاً مدينة كبيرة فيحتاج إلى جايد، والفرنسيين ما يتكلمون اللغة الإنجليزية، وإحنا أهل الخليج يعني اللغة الثانية عندنا هي اللغة الإنجليزية. فشي يسوي الواحد؟ يفضل إذن الواحد يأخذ له كتيب وهو عبارة عن جايد، عبارة عن يعني يعطيك معلومات عن هذه المدينة. في أكثر من نوع لهذه الجايدز، في كتيبات صغيرة، في كتيبات كبيرة، بس بشكل عام الإنسان بحاجة إلى كتيب مثل هذا النوع على أساس يتعرف على المدينة. وفي معلومات قيمة جدا، في معلومات عن المتاحف، في معلومات عن الشوارع، شلون الواحد ينتقل من منطقة إلى أخرى، في معلومات عن المواصلات أيضا. فإذا هذه الجايد مهم جدا لأي واحد ينزل باريس لأول مرة. أعتقد الكثيرين ممن زاروا باريس ومن أصحاب الميزانيات المحدودة يتفقون معي بأن أسهل وسيلة وأرخص وسيلة للتنقل في هذه المدينة هو استخدام المترو. ليش؟ لأن السعر معقول. صدق نتكلم عن يورو، 2 يوروز، أحياناً 3 يوروز على حسب الزون، على حسب الدائرة اللي بيمر فيها الشخص، لكن أهون بكثير من استخدام التاكسي. التاكسي لعشرة كيلومتر قد يكلف أكثر من 15 يورو، وتخيل واحد يبي يتنقل أكثر من مكان في اليوم، يعني يحتاج إلى ميزانية كبيرة من أجل الصرف على التاكسي. فإذا الأفضل الواحد يستخدم المترو. بعد باقي محطة عشان نغير، محطة واحدة كنا غلطنا بوبي. لحظة تونا نعلم الناس بعد. غلطنا صدي. بعتقد غلط. مو موجودة على الخريطة نهائيا. لا ان شاء الله، ان شاء الله في امل. عدينا المحطة خير شر. لازم نرجع مرة ثانية. هاي أول خطأ. في ناس تظن أن المترو يعني مثلاً مش نظيف، ولا في ناس كثيرة ما يعرفونها يكونوا راكبين فيها، بس ما أعتقد يعني اللي يركب في المترو أيضا في هناك يعني موظفين وفي تجار وفي بزنس مان، كل من يركب المترو. خلنا ننزل الحين، خلنا ننزل. في الجزء الثاني من رحلتي راح تشوفون الشانزليزيه، معهد العالم العربي، والحي اللاتيني، وكذلك راح أكون، تدرون شلون؟ تابعوني في الحلقة القادمة.
الشانزليزي، أشهر الشوارع الفرنسية على الإطلاق، يحرسها في مقدمته قوس النصر الكبير، ويتجول فيه الآلاف يومياً مستمتعين بالرصيفين الواسعين وبجمال هندسة المباني المطلة عليه. طبعاً شارع الشانزليزي هو من أكبر الشوارع التجارية في باريس، يقع في وسط باريس. هذا الشارع احتله النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، وأتى شارل ديغول وحرر فرنسا من هذا الشارع. أيضاً هو شارع تجاري كبير يضم العديد من المحلات التجارية والمقاهي. انطلاقة الشانزليزي تبدأ من قوس النصر الروماني التصميم والمنافس الأول لبرج إيفل من حيث الشهرة، واللي وضع حجر الأساس له نابليون بونابرت، وأكمل بناء لويس فيليب عام 1836 وأهداه للجيش الفرنسي. أحلى شعور أن الواحد يوقف أمام قوس النصر في شارع الشانزليزي. الواحد دائما يشوف هذه اللوحة أو هذا النصب التذكاري يشوفها في البوست كاردز، بس الآن يوقف أمامه شعور جميل جدا. باريس غالية جدا، واللي يعني يحاول يشتري من شارع الشانزليزيه اعتقد لازم يجيب معاه فلوس كثيرة. بس عموما يعني في محلات اكيد خارج منطقة الشانزليزيه تكون البضاعة فيها ارخص شوي. الغريب ان في اصطفاف كبير عند محل لوي فيتون. طبعا البنات اكيد يعرفون ذي المكان، الشنط الموضة على مدى 3 سنوات الاخيره كلها من ذي المحل. بس ليش يعني تهقون في اصطفاف؟ يمكن تخفيضات، نشوف بعدين. صراحة ما عندي أي فكرة ليش في اصطفاف، بس راح أسأل. المشكلة ما حد قاعد يرد علي ويقول لي ليش الناس مصطفة عند لوي فيتون. أنا أتوقع أنه فيل. الفوكيت، مقر العرب خلال فصل الصيف، المئات والمئات من الخليجيين ومن العرب يتواجدون في هذا المقهى اللي صاير في الشانزليزيه، يقعدون يشربون الكوفي، يسترخون ويسولفون لساعات وساعات طويله. انا ما قلت لكم ان في عرب وايد يقعدون في هذه المقهى تحديدا. محمود عبد العزيز موجود في هذا المقهى هناك، شوفوا. معهد العالم العربي هو محطتي التالية في باريس. طبعا تصميم هذا المعهد تم من قبل المهندس الفرنسي جون نوفيل، وتم بناء هذا المعهد خلال فترة رئاسة الرئيس ميتيران. هذا المعهد هو عبارة عن متحف يضم العديد من المخطوطات الإسلامية والتحف الفنية. المبنى الضخم لمعهد العالم العربي يفتخر به الفرنسيون كثيراً، فالمزج بين العمارة العربية الإسلامية والعمارة الحديثة تعطي للمبنى تميزاً ملحوظ.
تتوقعون ان انا في الخليج، لكن انا في وسط باريس، واللي تشوفونه من لوحات كثيره تصور الخليج وتصور صحراء الخليج والعادات والتقاليد في الخليج هي عباره عن معرض خليجي يقام في باريس، وهو بدايه الموسم الخليجي الذي ينظمه المعهد العالمي العربي في باريس بالتعاون مع دول الخليج. راح ناخذ لفه في المعرض ونشوف احلى الصور اللي طالعه من خليجنا. المعارض الفنية العربية في معهد العالم العربي مستمرة دائماً، فمن خلال هذه المعارض يحقق المعهد أحد أهدافه الأساسية، وهي تطوير وتعميق دراسة وفهم العالم العربي ولغته وحضارته وجهده في التنمية. بالإضافة إلى وجود مكتبة تحتل 3 طوابق، مبنى معهد العالم العربي يحتوي على متحف يضم قطع أثرية جمعت من عدة متاحف عربية. هذا المتحف تتغير محتوياته بشكل دوري، فتارة تأتي القطع الأثرية من بلاد الشام، وتارة تستقر فيه تحف بلاد الرافدين، وفي أحيان كثيرة تزوره تحف مصر الفرعونية. Why do you think Paris is beautiful? Yes, it's very beautiful because there are many, many stores like Etam, Bershka. It's for fashion. Huh? Yes, fashion victim. Style is fashion victim. Just the whole like landscape, I think. Like, there's not like huge like high rises like there are in other really big cities. The buildings are all really like beautiful. Have you like, enjoyed your stay in Paris? Yeah. Is it your first time in Paris? Yeah. Okay. Where did you go? We took a bus tour today. We went around and saw like Notre Dame and the Eiffel Tower and Arc de Triomphe. Best restaurants? Un bon restaurant, maman. You have to go, I think, in Saint-Germain-des-Prés. Okay. The area of Saint-Germain, there is a lot of beautiful little restaurants, and it's very fun. Merci. Thank you very much. You're welcome. وصلنا إلى الحي اللاتيني في باريس. هذا الحي طبعا شهير بمطاعمه الكثيرة والمتنوعة، تحصلون الأكل الياباني والصيني والعربي أيضا وبأسعار رخيصة جدا. هذا هو المكان طبعا سياحي، موجودين فيه الكثير من السياح، وأيضا البضائع اللي فيه متنوعة، الملابس موجودة، السوفينيرز، فكل شيء يحتاج السائح موجود في هذه المنطقة. الشاورما ايضا موجوده في هذا الحي، الحي اللاتيني، بس الشاورما اللي عندهم اكبر من اللي عندنا احنا، عندنا هالكبير، اللي عندهم هو مش كبر، شو مش كبر؟ الحي اللاتيني بالإضافة إلى أنه هو مكان يقصده السياح، فهو كذلك مركز التقاء للشباب خاصة الطلاب منهم، فموقعه القريب من جامعة السوربون الشهيرة يجعله المكان المفضل للطلبة والطالبات، خاصة وأن مطاعمه ومقاهيه والبضاعة المعروضة في محلاته تناسب ميزانية الطلاب المتواضعة في غالب الأحيان. ما اتوقع الاشاره راح تصير خضراء. صار لي 5 دقائق انتظر. زحمه عموما باريس، يعني زحمه كثير، فخاصه الحين توقيت تقريبا الساعه 5:30 6، فالناس طالعين من اشغالهم والشوارع زحمه. ليه ما صارت خضراء؟
امشي الظاهر خربان. خبروني ان هاي المنطقه هي في الحي اللاتيني فيها ايضا مجموعه كبيره من الرسامين، ايضا فيها ناس تعرض لوحاتهم. فاللي اشوفه الان اكثر من موقع صح، بس العدد الكبير اللي قالوا لي عنه ما شفته. في روايه اخرى تقول ان هاي الموسم مش موسمهم، ممكن يكونوا متواجدين في الصيف او في اوقات اخرى، بس يلا هاي حظنا. عموما اثنين بس يعرضون لوحاتهم. فنان صراحة، فنان، يا ريت اسوي مثله بس ما اقدر، ما عندي الجو. غادرت مدينة النور متجها الى كوت دي ازور، اي الجنوب الفرنسي، اشهر المواقع السياحية في الاراضي الفرنسية بعد العاصمة باريس. إذا قرر الشخص أن يقوم برحلة مثل رحلتي، أن ينتقل من العاصمة باريس إلى مدينة كان، فالأفضل أن يأخذ القطار المسمى تي جي بي. أولاً لأن أقرب مطار إلى المدينة الجنوبية يقع في مدينة نيس، واللي تبعد حوالي 20 دقيقة في غير أوقات الذروة عن مدينة كان. وثانياً لأن أرخص، فالتذكرة تكلف ما بين 50 إلى 70 يورو، والمدة الزمنية في القطار لا تتجاوز الأربع ساعات. وهذه هي محطة قطارات كان. في قطار الآن ينتظر في الوقت الحالي، بس الحركة فيه طبعا مش سريعة نفس باريس أو المدن الكبيرة، الحركة معقولة نوعا ما، لكن هذا هو الجو العام، تشوفون الناس تنتظر قطارات. طبعا هذه خريطة كان، وهي خريطة مصغرة بس تبين بشكل واضح طرقات كان. يعني لو نركز شوي راح نشوف انه اغلب الحركه تكون في لاك خوازيت، في هذه المنطقه تحديدا، فيها الفنادق المشهوره وفيها طبعا البيتش اللي عليه الرمال الناعمه. في مناطق اخرى في كان، لكن التركيز يكون دائما في الوسط، في هذه المنطقه تحديدا. بلا شك ان كان تغار منها كل المدن الفرنسيه، فهذه المدينة اللي تقع في الجنوب الفرنسي أو بالأحرى في الريفيرا الفرنسية هي محط أنظار وسائل الإعلام العالمية سنويا، فمهرجانها السينمائي الدولي يجذب لها قمم الفن السابع من جميع أنحاء العالم. هي مدينة صغيرة جدا، وبالإمكان الانتقال من غربها إلى شرقها أو العكس في مدة زمنية لا تتجاوز الربع ساعة بالسيارة. شارعها الرئيسي لاك خوازيت يتبنى أغلب الحركة الصباحية فيها، فعليه تطل الفنادق الفخمة والبوتيكات العالمية.
كذلك هو يصافح البحر الأبيض المتوسط من خلال رمال ناعمة ولكنها اصطناعية، بحكم أن شواطئ هذه المدينة أساساً شواطئ صخرية. الجلوس على شواطئ كان متعة حقيقية، فالحركة النشيطة على هذه الشواطئ تبعد الملل وتكسر الروتين. فيكفي أن الإنسان يأخذ معاه قطعة قماش نص متر في نص متر ويفرشها على أحد الشواطئ العامة ويجلس يتفرج إذا كان من الأشخاص اللي يحبون الهدوء والسكون. وإذا كان نشيط شوي فغطسه في البحر وبعدها جولة مع لعبة كرة الطائرة الشاطئية تحرك فيه الدورة الدموية. الأوروبيين من كل الجنسيات موجودين هنا، يعني لا تقولوا متحصنوا بس فرنسيين، كل أنواع الجنسيات موجودة من غرب أوروبا ومن شرق أوروبا. في بيتش ثاني طبعاً هناك أيضاً بابليك بيتش، أيضاً بيتش عام، أيضاً الناس تجلس فيه. يعني هي عموماً المدينة كلها عبارة عن شاطئ، وأهم ما فيها هو الشاطئ لأن الفكرة العامة منها أنها هي تكون على البحر. مدينة كان هي the city of glamour، يعني المدينة اللي فيها كل شيء متلألأ، الفنانين المشاهير، السيارات الرائعة، السيارات اللي ما تحصلونها وايد على الشارع. مثال على ذلك المزاراتي، من أغلى أنواع السيارات ومن أكثرها جاذبية على الشارع. في إحنا محظوظين يعني في معرض يقام اليوم من أجل هذه السيارات الفخمة والمميزة حقاً. يعني أي واحد يمتلك مزاراتي يمتلك شيء ثمين جداً، سيارة ثمينة جداً. فالأنواع مختلفة. أنا أحب الحمرة، برا حق الحمرة. بس على الأقل يصورني وياها. ها؟ It's a V8 مزاراتي واللون الأحمر الفاقع الجذاب. واحد يمشي في الشارع، أوه، الناس كلها طالعة. طبعا مدينة كان المحلات اللي فيها محلات غالية جدا لان كلها ديزاينرز، كلها مصممين عالميين، للمجوهرات، للملابس. يعني شفنا فلغاري الان، نشوف فريد، في لوي فيتون ذاك الصوب. طبعا المحلات كلها الراقية موجودة في مدينة كان وعلى شارع لاك خوازيت، الشارع الرئيسي في المدينة. واليوم زحمة طبعاً لأن اليوم سبت، فالناس كلها برا، ويجون الناس أيضاً من المدن الفرنسية الأخرى، يعني حتى من باريس ينزلون إلى كان يأخذون لهم ويكند هني. بعض يملكون طبعاً بيوت أو يملكون شقق يقدرون يقضون فيها الويكند. سليم دائما عندهم كلاب النسوان هني، ما ادري ايش سالفتهم يعني، وكله ريشيين. يلا نوعيه من الحياه، من اللايف ستايل.
المرأة اللي طبعا تحب تلبس تحب تاخذ مجوهرات ثمينة اعتقد راح تضيع يعني او راح تكون متعتها اكيد انها تكون في مدينة كان. دولتشان جابانا ايضا المصممين الاثنين الشباب اللي غزوا العالم من كم سنه وتصاميمهم من احلى التصاميم حقيقه للشباب من الجنسين دولتشان جابانا. هذا هو التمشي في لاكوازيت طبعا من عادة اللي يزورون هذه المدينة يأخذون لهم أكثر من جولة على لاكوازيت يتمشون على الرصيف سواء على جانب المحلات التجارية أو على جانب الشاطئ يعتمد المحلين أو الطريقين ممتعين جدا في التمشي وفي أن الواحد يطالع الناس وأكثرها يعني في مقولة تقال بالإنجليزي اللي هي to see and to be seen يعني خاصة الكافيز الموجودين على شارع لاكوازيت to see and to be seen شنو فكرتها؟ فكرتها ان انت تشوف الناس والناس تشوفك، الهدف ان انت تبين نفسك ان انت تملك سواء سياره فاخره، سواء مثلا لابس بدله حلوه وغاليه، وايضا ان انت تشوف الناس وتتابعهم وتراقبهم، يعني نفس اللي عندنا تقريبا يمكن احنا ماخذين من عندهم الافكار هذه. طبعا انواع البيتشز مثل ما ذكرنا مختلفه في الخاص اللي فيه الامبريلاز الحين اللي تشوفونهم هناك مثلا يعني هاي خاص هاي ياجرون المكان تاجر الامبريلا تاجر الكرسي وفي طبعا العام اللي هناك اللي هو الببليك اللي الناس تقدر تقعد فيه ببلاش او بدون ان يدفعون اي شيء مجانا يعني وفي متعه اخرى انك تتمشى وتشوف الاثنين الحين وقت الظهر الحين وقت الظهر ف يعني الناس تتمشى تاخذ لها ايس كريم عقب وجبه الغداء ويتمشون على البيتش عائلات شباب كل الجنسيات موجوده في كان هذه ايضا بيتش خاص تابع لاحد الفنادق الدخول مكلف مثل ما قلنا حوالي 20 يورو تقريبا ما بين 15 الى 20 يورو على اساس الواحد يحصل له على كرسي لمدة يوم كامل أو 12 ساعة ويسمونه يوم بس هي 12 ساعة بيتش العام اللي أنا اختاريته فري أرخص والناس كلهم شوف الناس ناس جالسة قاعدة تتشمس واللي ما يحب ينزل البيتش ايضا يقدر يوقف فقط على حافه البيتش ويطالع المناظر الطبيعيه ويطالع البحر ويطالع اليخوت الكبيره الموجوده في البحر هو بول الن وهو ثاني رجل في مايكروسوفت يملك اكبر يخت موجود في كان مع اسطول اخر من اليخوت سعر اليخت خيالي جدا عبالكم خلصت؟ لا للحين ما خلصت من الجنوب الفرنسي الحلقة القادمة فيها أشياء كثيرة ممتعة راح تشوفون معاي باليدي فاستيفال وأيضا راح تشوفون